انطلقت قبل قليل في مركز جابر الثقافي احتفالية حملة كويت جديدة نيو كويت بحضور سمو رئيس الوزراء، وتخلل الاحتفالية عرض خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصور سمو أمير البلاد لرؤية دولة الكويت بحلول عام 2035، وتهدف رؤية الكويت الجديدة التي تحمل عنوان نيو كويت إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ضوء جهاز مؤسسي داعم وترسيخ للقيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة. الخطة قاعد تتابع، أول شيء في هناك تقارير ربع سنوية تطلع إلى الجمهور وإلى كذلك مجلس الأمة، هناك تقارير شهرية إلى الوزارات وهي معلنة معلنة معلنة، وإحنا نتعامل كلها بشفافية. هناك نظام آلي يستطيع الوزراء متابعة خططهم ومشاريعهم مع مسؤولينهم عن طريق الهاتف النقال. هذه كلها طبعا اكو متابعات للمعوقات، نتعامل مع الاخوان في المجلس البلدي مشكورين، مع لجان المجلس الوزراء، مع الجهات الرقابيه لتدليل اي عقبات حتى نتابعها. والحمد لله اثمرت في احنا في السنه الثانيه اغلبيه المشاريع دخلت في المرحله التنفيذيه، وهذا مؤشر يبين ان احنا لازم نزيد من هذه المتابعه ونطورها ونستخدم التكنولوجيا في المتابعه حتى نستكمل الخطة الخمسية اللي هي أول يعني ثاني خطة في الخطة ل 2035. احنا لما نتكلم عن كويت الغد فيجب البدء بالعمل من اليوم، فلا أعتقد هناك ترف بالوقت، وهناك اليوم سباق محموم ما بين كل الدول للتطور والازدهار، ولا نخفي عذر أن الكويت تأخرت الكثير، فيجب وضع هذا القالب. ثانيا الخطة فعلا الحكومة من وضعتها، وهناك المجلس على التخطيط من تبناها، ولكن هي مسؤولية الكل، مسؤولية الحكومة بدرجة الأولى وشركائنا في مجلس الأمة وأيضا القطاع الخاص والشعب الكويتي، فهي خطة حكومة، ولكن هي بلا شك يعني راح تأتي نتائجها لوطن مزدهر ووطن متطور.